وها نحن اليوم نقف وفي لحظة تاريخية لنضع الأساس القوي لبناء عراق جديد، عراق جديد حر ديمقراطي يصون كرامة الإنسان ويحفظ حقوقه. عمامة يشع من سوادها بياض الإصلاح، ويعزف سوادها أنين أوجاع وطن. عمامة انفردت بالمبادئة الجريئة، وامتحنت بمواجهة الخطوب العصيبة. عمامة عبرت سياج مذهبها إلى رحابة الدين، وعبرت سياج الدين إلى آفاق الإنسانية. عمامة الوجع العراقي وسفيرته للعالم والإنسانية. إنها قصة عمامة رجل الجهاد والعلم السيد محمد علي بحر العلوم ووجعها. عمامة السيد بحر العلوم عمامة منفتحة، بمعنى أنها تجاوزت المحيط الحوزوي إلى فضاءات واسعة. تجاوزت ذلك إلى الفضاء الاجتماعي، إلى الفضاء السياسي. إنه هو طبيعته منفتح على الجميع، ما عنده عقدة من طرف، ما عنده عقدة من، يعني هو جزء من هذا التنوع العراقي حقيقة. هو رجل شيعي سيد معمم ونجفي، هاي كلها صحيح، لكن ما يلغي الآخر، هاي كانت طبيعته. فكنا يعني أتذكر صير الكثير من المناسبات كان يحضر، وكان إلى دور في يعني كان إلى رؤية لعراق يتسع للجميع. لا أستطيع أن أقول أن هناك شخصية يمكن أن تشبه أو تماثل تماما السيد محمد بحر العلوم. يعني يوجد تشابه بين بعض الرجال، ولكن لا يوجد تماثل. أما السيد محمد بحر العلوم فتوجد له خصوصيات من الصعب أن تتوفر في واحد حتى من زملاء السيد محمد بحر العلوم الذين نحترمهم جميعا. قريبا من تهاليل عشاق أمير العدالة الإنسانية علي بن أبي طالب عليه السلام، وسنى قبابه المتألقة، وفي بيت عتيق ما زال رغم توالي السنوات والمحن يعبق برائحة الأجداد الزكية رغم عاديات الزمن، مصرا على بقائه بجوار ضريح أمير المؤمنين. باحته المدورة وشناشيله العتيقة وقبوه النجفي وجمال زخارف شبابيكه ورائحة الأسلاف على أبوابه العتيقة تحكي قصة توارث عائلة بحر العلوم في دروب الجهاد وصولات نهضة التجديد ومبادرات الإصلاح وعشق الشهادة. وسط هذا الشجن العراقي وفي واحدة من غرف هذا البيت العتيق دوت صرخة مولودها المبارك السيد العلامة محمد بحر العلوم في 17 من شهر كانون الثاني من العام الميلادي 1927 الموافق ليوم 27 من ربيع الثاني من العام الهجري 1347. البحر العلوم يقال، أنا سمعت من أحد أفراد العائلة يقال نحن منذ السيد بحر العلوم لعله أكثر من 250 سنة، منذ السيد محمد مهدي بحر العلوم وهو الأب الأعلى والجد الأعلى لهذه الأسرة الشريفة، لم تفتقد إلى، يعني لم
تخلو من عالم. دائما هناك علماء يربطون هذه الأسرة بالحوزة العلمية، وخاصة في الجيل المعاصر. الجيل المعاصر برز فيهم علماء كبار، سيد محمد تقي، محمد تقي بحر العلوم، والسيد حسين بحر العلوم، والسيد علاء بحر العلوم، والسيد عز الدين بحر العلوم، أساتذة كبار في الحوزة، وآخرهم هو المحتفى به في هذا الفيلم هو العلامة الدكتور السيد محمد بحر العلوم رحمه الله. مطلع ثلاثينيات القرن السابق، انتعشت صحراء النجف بنسمات الحداثة، وأينعت ثمارها على رحاب الصحن الشريف بتأسيس منتدى النشر الذي أجازته حكومة رشيد علي الجيلاني في الكتاب المرقم 9077 بتاريخ 8 مايو عام 1935. المنتدى كان باكورة المشروع التنويري والإصلاحي الذي شهدته النجف، والذي قاده بإخلاص الشيخ المعلم والمصلح الكبير محمد رضا المظفر مع ثلة من نجوم الإصلاح الآخرين. استطاعت هذه الجماعة أن تبتكر لنفسها صورتها المنفردة وبصمتها التي لا تنطبق إلا عليها، وصوتها الذي لا يكرر أصواتا سواها. ذلك أنها استطاعت في وقت مبكر أن تتخطى أسوار التراث، ولم تلبث غارقة في مداراته مثل ما هو الاتجاه السائد لدى معظم الدارسين في الحوزة. عبد الجبار الرفاعي بحر العلوم، سفير النجف للعالم وسفير العالم للنجف، مسيرة العطاء. رافقت بداية المشروع التنويري والتجديدي للشيخ محمد رضا المظفر رحمة الله عليه في تأسيسه لجمعيات منتدى النشر، الذي أراد أن يعطي لطالب العلم بالإضافة إلى العلوم الحوزوية العلوم الحديثة من علم الاجتماع وعلم الناس وعلم التاريخ والجغرافيا وما شابه ذلك. كان السيد رحمة الله عليه من أوائل الذين التحقوا بهذا المشروع التجديدي. كانت تتنازع النجف في مرحلة الأربعينات والخمسينات ظاهرتان، ظاهرة جمعية الرابطة الأدبية وظاهرة جمعية منتدى النشر، ولكل منهما إطاره الخاص. فالفرد أو الشخص الوحيد الذي تمكن أن يجمع بين الظاهرتين وأن يكون منتمي إلى هاتين الظاهرتين هو السيد بحر العلوم، فكان فاعل ومؤسس في جمعية الرابطة وفي نفس الوقت فاعل ومؤسس في جمعية المنتدى. لم يتردد الشاب محمد بحر العلوم بأن يكون عضيدا لأستاذه ومعلمه في مشروعه التجديدي هذا، وليكون واحدا من تلامذته النجباء في مدرسته الغريبة على نسق الحوزة المحافظ ومناهجها التقليدية الموروثة. فكانت تلك محطة فاصلة في حياته، أنارت له الطريق وبينت له المسالك في دروب الحياة اللاحقة. كانت شخصيته شخصية قد جمعت من بصمات الأدب والمنهجية، منهجية سيد محمد تقي الحكيم في كتاباته، التجديد والفكر التجديدي الذي قاده الشيخ محمد رضا المظفر، وكذلك الفقه الحوزوي. دراسته تقريبا كلها الحوزوية كانت تحت إشراف الفقيه الشيخ حسين الحلي رحمة الله عليه، شيخ الفقهاء من الطبقة التي تعد من طبقة السيد الحكيم رحمة الله عليه. لم نعرف أهمية هذا المشروع الذي رسخه ورسمه المرحوم الإمام المظفر لنا إلا بعد أن رأينا الجيل الكبير الذي هو اضطر للخروج إلى خارج العراق وانتشر في العالم، وكان موقفه أنه قبل أن يكون للبلد الذي آوته واحتضنته وأعطته من نفسها مكاناً وعشاً يستطيع أن يتجنب فيها الحوادث والآلام التي شاهدها العراقيون،
طيلة 35 عام، ولكن كان هدفه النجف، وكان خط النجف هو هدفه هناك. سجل حزب الدعوة الإسلامية نهاية خمسينيات القرن السابق اسمه في خريطة الأحزاب العراقية، وبدأت أولى ملامحه التنظيمية السرية بالظهور في مدينة النجف الأشرف ضمن حلقة ضمت شخصيات سابقة من الحزب الجعفري الذي تأسس عام 1953، ومنهم الشهيد عبد الصاحب الدخيل والمحامي حسن شبر والأديب محمد صادق القاموسي. فكان طبيعياً أن يكون العلامة محمد بحر العلوم مشاركاً طليعياً في بدايات تشكيل هذا الحزب، بعد أن عايش وعاصر وشارك إلى حد ما في إرهاصات الحركة الإسلامية منذ ظهور حركة الشباب المسلم والعقائدي بدايات خمسينيات القرن السابق. هذه الأجواء أيضا ساعدت في الدخول في نشأة الحركة الإسلامية التي تبلور عملها التنظيمي من خلال نشأة حزب الدعوة الإسلامية في نهاية الخمسينات من القرن الماضي، والذي كان السيد رحمة الله عليه من أعمد المؤسسين. السيد بحر العلوم بامتياز هو أحد مؤسسي الحركة الإسلامية في العراق بامتياز، هو من المؤسسين الأوائل، وأنا سمعت منه مرارا، وكذلك سمعت من الشهيد محمد باقر الحكيم الجلسات الأولى قبل ثورة تموز لعلها في 57، كيف اجتمع ثلة من العلماء وبدأوا بالتحرك والتفكير بأن العمل الإسلامي خصوصا الشيعي بحاجة إلى تنظيمات لم يكن يمتلكها حين ذاك. مثله مثل محمد باقر الصدر ومحمد باقر الحكيم. كان العلامة بحر العلوم ضمن التركيبة التأسيسية الأولى لحزب الدعوة التي بدأت جلساتها التأسيسية عام 1956، إلا أنهم لم يلبثوا أن انسحبوا من التنظيم امتثالا لأوامر مرجعية الإمام الحكيم التي تحفظت على العمل التنظيمي داخل الحوزة الدينية. ربما يكون ذلك مسوغا مهما ورئيسيا في خروجه المبكر من هذا الحزب. كان بحر العلوم جزءا من التركيبة الأولى لحزب الدعوة، مثلما كان السيد محمد باقر الصدر ومحمد باقر الحكيم وآخرون، ولكن أعني بهم ثلاثة من المؤسسين تخلوا عن العمل الدعوي التنظيمي الحزبي بعد أن أبدت مرجعية الحكيم تحفظاتها حول العمل الحزبي وانخراط رجال الدين فيه. وقد أخبرني السيد بحر العلوم أنه امتثل لأوامر السيد محسن الحكيم، وعندما غادر العراق لم ينتظم في أي إطار حزبي أيضا، ونشط كشخصية إسلامية مستقلة معتدلة، وقد استقطب أوساطا غير قليلة. عبد الحسين شعبان، بحر العلوم، السكون الرؤوم، 2/4. في مطلع خمسينيات القرن السابق برزت مرجعية الإمام محسن الحكيم كمرجع أعلى للطائفة الشيعية، ومنذ بداياتها المبكرة تلمس الإمام الحكيم في تلميذه محمد بحر العلوم مزايا وسجايا جعلته يصطفيه مقربا ويختصه بأسرار مرجعيته ويجعله معتمدا له ونائبا عنه في الكثير من المهمات الجسام والفعاليات الأدبية والاجتماعية التي شهدتها مرجعية الحكيم. السيد محمد بحر العلوم رحمة الله عليه كان واحدا من أبرز من يعتمد عليهم المرجع الأعلى الإمام السيد محسن الحكيم في القضايا الاجتماعية. السيد الحكيم كان له جهاز من المساعدين، هناك من يساعدون في كتابة الأجوبة
على الاستفتاء الاستفتاءات التي ترجع إليه. هذا جانب ديني، جانب شرعي. هناك أشخاص يعتمد عليهم في الجوانب الاجتماعية وحل المنازعات وذكر الطموحات والمطالبة بما تراه المرجعية ضروريا للإنجاز من قبل السلطات. هذا الدور بالذات كان موكلا إلى المرحوم السيد محمد بحر العلوم. السيد بحر العلوم أيضا بسبب هذا المجد الأسروي والمصاهرة مع أسرة المرجع الكبير السيد محسن الحكيم اختير هذا الرجل باعتباره علامات النبوغ والتفوق والتصدي والرغبة في مشاركة في صنع القرار كانت واضحة عليه وهو ابن الثلاثينات. السيد بحر العلوم رحمة الله عليه كان يمثل ما يسمى بالرمز الأساسي لمرجعية السيد الحكيم في العلاقات العامة، فكان يلتقي مع المسؤولين في الدولة وكان يحضر حفلات حتى في البصرة. في نهاية الخمسينات كانت هناك حفلات في يوم الحسين، يسموه يوم الحسين، كبار الأدباء والشخصيات والمثقفين يعقدون هذه الحفلات في البصرة، وطبعت بكتاب اسمه يوم الحسين، ونحن طبعنا طبعة ثانية هذا الكتاب. كان السيد بحر العلوم وكان عمره صغير في تلك الفترة، يعني ما يتعدى العشرينات أو قبل الثلاثينات، كان مساهما إلى صف كبار الأدباء في البصرة وفي بغداد وفي النجف. مرجعية الإمام الحكيم كانت حسب الكثير من الآراء المتخصصة أنها مرجعية إصلاحية. وجود سماحة السيد محمد بحر العلوم في كنف هذه المرجعية وكان أحد أعمدتها العملية في أكثر من مقطع تاريخي، في تصوري أفادت سماحة السيد بحر العلوم بأنه قد مسك رأس الخيط، الإصلاح، بوادر الإصلاح، التفكير بالمشاريع الإصلاحية على مستوى الأمة، على مستوى الدولة، على مستوى إلى آخره. أفادت السيد محمد بحر العلوم بأنه قد مسك رأس الخيط، ولكني أزعم بأن السيد بحر العلوم قد بدأ إصلاحيا وانتهى ثوريا. محمد بحر العلوم بدأ إصلاحيا متأثرا بهذه المدرسة، ولكن في كل ما جسده لاحقا بالذات في مقارعة للدولة، للسلطة المستبدة، وفي رؤى كان رمزا ثوريا. خلال سنوات الحكم العارفي أدرك محمد بحر العلوم بأن ثمة فرصة يمكن استثمارها في توظيف قدراته التأليفية وأفكاره الإصلاحية ليضعها في مشروع تأليفي يستهدف الشباب وتثويرهم بإعادة إنتاج السيرة النبوية وسلسلة من تلاميذ مدرسة الإمام علي الشهداء. حركته في تلك المبادرة التأليفية المبكرة كانت حاجة ملحة ومطلبا شاغرا في وعي الشباب الرسالي لاقتفاء سيرة الأئمة المعصومين وتقديمها إلى الشباب بطريقة جديدة ومشوقة لم تألفها كتب السيرة من قبل. ولم أرى شخصا قادرا أن يتحمل مسؤوليات متعددة وقد تكون مختلفة ومتباعدة بنفس الكفاءة وفي الآن الواحد نفسه. وكنت أعجب أن هذا الرجل متى يذهب إلى بيته، متى ينام في بيته، متى يقعد، كان حركة دائبة ديناميكية مستمرة مع هذا العقل المنفتح بالدرجة الذي فرض نفسه كشخصية استثنائية في النجف الأشرف ومن ثم في المحيط الأوسع. ولفته تلك كانت أشبه بالمنشورات السرية التي يتداولها الشباب والمعتقلون تشحذ من هممهم وتقوي من معنوياتهم. وأصبحت هذه مادة
يتحدث عنها الكثير من الإخوان الذين في المعتقلات، كانت تهرب إليهم برينو إلى السجون وفتشحذ هممهم في مقارعة الظلم، باعتبار تمكن أو نجح في تطويع القصة، تطويع التاريخ إلى قصة يمكن أن نستلهم منها عبر ودروس مختلفة تساعد في منح جرعات من الصبر والمقاومة إلى الأخوة الذين في السجون. ظهر ذلك في سلسلته من مدرسة الإمام علي عليه السلام وبين يدي الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وسلسلة توالت من المؤلفات والتحقيقات والدراسات والأبحاث الرصينة في شتى الحقول المعرفية والثقافية. في كتاباتي التاريخية لم يقتصر على مسألة عرض التاريخ، وإنما إعادة كتابة التاريخ بأسلوب أدبي مبسط يجذب القارئ، هذا لم يكن معهودا من قبل. كان من أوائل الذين كتبوا التاريخ بهذه الطريقة. مدنية السيد أيضا ووسطيته انعكست في تحليله للتاريخ، يعني هو حينما كتب عن الإمام الحسن حل مشكلة كبيرة، حل مشكلة في مبررات الصلح، مبررات ما يطلقون عليه بالكتب السلجوقية على الأقل بالتنازل عن السلطة، ولكن نتاج فكره الذي قدمه للمكتبة العربية والتي احتوت كثيرا من علوم فقهه وعدله وقضائه وفهمه للأمور قد أثرت المكتبة العربية وأثرت الفكر العربي الباحث عن هذه العلوم الثرة التي يندر من يفقه بها ذاك الفقه الذي اعتمده الراحل الكريم رحمة الله عليه. في أول حلقة رسالية أعطاني المسؤول الحركي كتابين من الحجم المتوسط، كان قد دسهما بين صفحات جريدة الثورة طالبا مني قراءتها وتلخيصها في اللقاء القادم. ذهبت إلى البيت وأنا أحمل صيدا ثمينا، فقد كنت أعشق القراءة والمطالعة. مزقت جريدة الثورة وإذا بالكتابين هما بين يدي الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، ومن مدرسة الإمام علي عليه السلام لمؤلفها العلامة محمد بحر العلوم، هكذا كان مكتوب على الغلاف. وبينما أنا منهمك في مطالعاتي رمقني والدي بنظرة قلق، ففي العهد الصدامي العنصري الشوفيني فأن عقوبة اقتناء كتاب لكاتب غير مرغوب فيه كانت الإعدام، كما لو أنك كنت تقود مؤامرة ضد نظام الحكم. نزار حيدر، مسيرة العطاء للعلامة بحر العلوم، الصفحة 9. بقطار أمريكي آخر عادت عصابات الحرس القومي من جديد إلى حكم العراق صبيحة 17 من تموز عام 1968، ولم تلبث أياما حتى كشرت عن أنيابها وأفصحت عن نزاعاتها الوحشية في حفلات دموية شهدتها غرف قصر النهاية وأقبيتها السرية أقامتها لخصومها دون تعيين لقومي أو شيوعي أو إسلامي. ابتدأت حكومة البعث الجديدة بإلصاق تهمة الجاسوسية الرخيصة والباطلة في تصفية خصومها، وكانت بداية الصدام والمواجهة مع مرجعية الإمام الحكيم بتلك التهمة التي ألصقتها بنجله السيد مهدي الحكيم. يعني أنت إذا تريد أن تحرق إنسان، وخصوصا في أنظمتنا السابقة، هذه تهمة حاضرة، فإذا تريد أن تحرق إنسان تتهمه بالتجسس. سلطة أحادية، سلطة منفردة، هي الوحيدة التي تقدم الصور وبعض الأقاويل أو الاعترافات المنزوعة، تستطيع أن تتهم أي إنسان بالتجسس. والحقيقة تم إعدام مئات إن لم أقل آلاف من العراقيين بهذه التهمة المفبركة في التجسس.
ولما بلغت المواجهة أقصاها بين الحكيم والسلطة الجديدة، كان لابد لشرور السلطة أن تبلغ سماحة الحكيم نفسه ومن حوله. وفي مقدمتهم بعد نجله السيد مهدي كان السيد محمد بحر العلوم الهدف الثاني. أدرك العلامة محمد بحر العلوم بحدسه وخبرة السنوات بأن وراء هذه الحملة الظالمة الشعواء من الاتهامات والملاحقات تقبع سحب داكنة سوداء ستلوح في أفق العراق فتمطر دما وعويلا. فلم يملك خيارا إلا مغادرة النجف والعراق كله في شتاء عام 1969 لتكون الكويت أولى محطات نفيه. منذ تلك اللحظة أعلن بحر العلوم نفسه سفيرا لآلام بلاده للعالم والدنيا بإسره. وحينما تأزم الموقف اضطر السيد بحر العلوم لمغادرة العراق عام 69، يعني قبل وفاة السيد الحكيم بسنة تقريبا، يعني الإمام الحكيم توفي سنة 1970. الكويت كانت محطته الأولى، ومنها ابتدأ مشوار الغربة والنفي. وفي عاصمتها أظهر بحر العلوم كفاءة قضائية فريدة ملفتة هناك، وأبدى إحاطة بأحكام الفقه الجعفري للأحوال الشخصية جعلته يتبوأ مقعد القضاء الشرعي الجعفري في الكويت لثمان سنوات متتالية بجدارة، وهذا ما لم يحصل في تاريخ القضاء الكويتي. القضاء الكويتي يشهد له وهم لصيقين فيه بأنه كان رجل قضاء شرعي من الدرجة الأولى، وكان أيضا رغم أنه أمام محكمة أول درجة كان يحرص أن تكون أحكامه واضحة وجلية، لأنه كان يعتقد بأنه مفروض في القاضي أن تكون كلمته نهائية. إنما التدرج الموجود، التدرج الفقهي، لا يجوز إلا في مواضيع القانونية، فيرى أن الفقه ممكن إذا كان متاحا بدرجة رفيعة أن يحقق من أول درجة الفصل في النزاع. كان صورة من الصور التي نطمع إليها في تجديد عمل القضاء الشرعي، وكان قاضيا ناجحا بهذا المعنى، ويعطي لهذه الوظيفة دورها وأهميتها وما تستحقه من الدراسة والمراجعة والاستنباط والجدل الفقهي، حتى أن محاكم الكويت لم تمر عليها فترة من طويلة تناوب فيها على القضاء عدد كبير من رجال الدين، لم تشهد خصوبة الفترة التي قضاها السيد بحر العلوم في القضاء هناك. بعد خروج السيد العلامة محمد بحر العلوم من الكويت توجه إلى القاهرة لإكمال متطلبات دراسة شهادته للدكتوراه في علوم الشريعة الإسلامية، والتي نالها بدرجة شرف وامتياز عام 1979 من كلية دار العلوم في جامعة القاهرة عن رسالته الموسومة عيوب الإرادة في الشريعة الإسلامية. وكان السيد بحر العلوم قد نال شهادة الماجستير من قبل عن أطروحته الموسومة الاجتهاد أصوله وأحكامه في عام 1970 من كلية الإلهيات في جامعة طهران، ليكون من بين القلة القليلة لعلماء الدين الذين جمعوا بين متطلبات الدراسة الحوزوية في النجف الأشرف وبين شهادة الأكاديمية في أعرق الجامعات العربية والإسلامية.
لأن بحر العلوم كان صوتا معارضا متميزا طيلة العقد الثمانيني والتسعيني ومطلع الألفية الثانية، ولأنه كان أمة معارضة لوحدها حيال الدكتاتورية وسنواتها الدموية العجاف، نجح بامتياز أن يكون الجامعة الاستثنائية للمعارضة العراقية، وأن يكون صاحب المبادرات الجريئة في طريق تحقيق هدفه وهدف المعارضة المنشود في إسقاط نظام الدكتاتورية وزوال كابوسها. إذا بادر السيد العلامة بحر العلوم لتأسيس مركز أهل البيت الإسلامي وسط العاصمة لندن عام 1980، ليكون الملاذ الآمن لجميع فصائل المعارضة العراقية والمرفأ الذي تمتص عند ضفافه كل التقاطعات والاختلافات بينها، ومنصة ثورية في تعرية النظام وجرائمه من خلال النشاطات والفعاليات والمهرجانات الموسمية والدوريات والمطبوعات للمركز طيلة الفترة التي قرع فيها السيد العلامة نظام الدكتاتورية حتى اندلاع الشرارة الأولى للانتفاضة المباركة في ربيع عام 1991. كانت المعارضة العراقية وخصوصا في لندن، وكان السيد هو محورها لعلاقاته الطيبة والحميمية مع كل الفقراء الفرقاء في المعارضة العراقية، أسس في لندن مركز أهل البيت الإسلامي مع رفيق دربه السيد مهدي الحكيم رحمة الله عليه. هذا المركز أصبح مركزا للمعارضة العراقية، الشيوعيين يقيمون فيه ندواتهم، الأكراد يقيمون فيه ندواتهم، السنة يجتمعون فيه بالإضافة إلى الشيعة. لم توجد هناك أو قلما توجد هناك شخصية استطاعت أن تجمع هذا الطيف العراقي في العديد من الندوات، في العديد من الاجتماعات التنسيقية، في العديد من المحاولات لتوحيد الصف، لوحدة الخطاب، إلى آخره. فلذلك كانت له دور أساسي ومحوري في عمل المعارضة العراقية في آنذاك، وكان له عهد أخذ على نفسه أن لا يكتب إلا عن العراق. انطلقت في الأول من آذار عام 1991 إوار الانتفاضة العراقية ضد حكم الطاغية صدام، وامتدت نيرانها لتنتزع 14 محافظة من أنياب حكومة صدام المهزومة. وقارب النظام الفاشي يلفظ أنفاسه الأخيرة أمام ضربات المنتفضين الموجعة، لولا ضوء أخضر تسلمه الطاغية من أسياده بإبادة المنتفضين وتدمير مناطقهم بأبشع الوسائل وصور الانتهاكات الوحشية. اتصلنا بالسيد محمد باقر الحكيم الله يرحمه، فتحدث معه السيد بحر العلوم، وبعد ذلك تحدثت معه فقلت له سمعنا بأن هناك حركة انتفاضة في الجنوب. قال نعم. قلنا له من مصلحتنا أن تكون هذه الحركة حركة وطنية، لا تدخلوها في مجال فئوي، لا تقولوا أنها ثورة إسلامية، لأن الأمريكان عندهم مئات الآلاف من الجنود والغرب موجود، وإحنا ما نريد أن نقوم بأعمال تخليهم يبتعدون عنا ويقومون بأعمال قد تساعد صدام. فقال لي السيد الحكيم نعم، قولوا أنها حركة وطنية. بعد أن أكمل الحديث وسمع الطرف اللي أتكلم به السيد وحجيت لما قال ما قاله للسيد الحكيم، أجابني أنهم لن يستطيعوا ذلك. قلت له إذن وضعنا خطر، لأنه ذولا راح يسمحون الصدام. قال هذا أنا ما أعتقد راح يستطيعون. فعلا كان هو صحيح.
وجهة نظرة صحيحة. هزت أخبار الانتفاضة الشعبانية، أدمت قلبه صور المجازر والإبادات ومشاهد دفن الناس الأبرياء أحياء. لم تهنأ تلك العمامة العراقية بنوم في تلك الليالي العصيبة، وهي تتسقط أخبار البلاد والأهل والخلان هناك. لذا حرص السيد بحر العلوم على استذكارها سنويا ودعم شهدائها وعوائلهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، واستثمارها كقضية عراقية لاستنفار الجهود في محاكمة صدام وجرائم. دائما كان يعيش الأمل، ودائما أتذكره عندما يزوره البعض يردد هذا البيت: تعبت عيني على الدرب تطل ورؤاك العذب يا بغداد فل. عرفت السيد الكبير مناضلا ثائرا مجاهدا متصدرا لمسؤوليته تجاه الوطن وتجاه الدين الحنيف. عرفته عن كثب رمزا للاعتدال والوسطية والانفتاح. حقيقة عرفته عن كثب مدافعا عن حقوق المظلومين والمحرومين، منتصرا للمستضعفين، ومؤكدا على ضرورة الاستمرار في النضال إلى إنهاء الاستبداد وبناء عراق جديد يقوم على التسامح وإنهاء مظاهر التمييز الطائفي والقومي. سيد بحر العلوم رغم كونه محسوبا على تيارا أساسيا في المعارضة العراقية، إلا أنه كان يمثل فكرا مستقلا وسلوكا خاصا. تعرفت عليه في لندن قبل قيام المؤتمر الوطني العراقي الموحد كطرفين في المعارضة العراقية. تباحثنا وتناولنا الأمر العراقي بتعقيداته وبمأساته، ونسجت في ذلك اللقاء أواصر صداقة وعلاقة استمرت حتى وفاته. وكان عنده دور رئيسي من تشكيل جبهة ضد الدكتاتورية في العراق اللي احنا كنا نسميها مؤتمر الوطني العراقي، وانتخب بالإجماع كواحد من القادة في المؤتمر العراقي وفي رئاسة المؤتمر الوطني العراقي، وأبدا ما كان يغيب عن أي نشاط من أجل مصلحة العراق، وكان يحضر جميع الاجتماعات إما في بريطانيا أو في كردستان العراق أو حتى في الدول الأوروبية والأمريكية. كان يدرك بحر العلوم بأنه سجل نفسه كأول عمامة في تاريخ التشيع تدخل الكونغرس الأمريكي في آذار عام 1991، وستكون هذه السابقة محفوفة بالمغامرة وتصاحبها حملات التسقيط والتشويه. لكن كان عزاؤه في ذلك بأنه يعرف أن هذا هو قدر الأحرار ومشوار المصلحين الذي سلكه وعارفا بنتائجه. في طريقه للكونغرس كان محمد بحر العلوم يرى ما تبقى من وطنه تلتهمه الذئاب الوحشية، فحمل في حقيبته النات المعذبين وخبأ في قلبه صور ملايين الشهداء من أبناء وطنه، من بينهم أكثر من 36 شخصية من عائلته، في مقدمتهم شقيقه السيدان عز الدين وعلاء الدين بحر العلوم، من الذين تم دفنهم في مقابر جماعية. كأنه في زيارته لأمريكا يشبه تشبث الغريق بطحلبة تائهة لينجو. كان يؤمن حد اليقين بأن حرية العراق هي الغاية والمنتهى وما دونها يهون. أنا أعتقد أن السيد بحر العلوم انتهى إلى قناعة بأن إسقاط الدكتاتورية الحاكمة في العراق
بحاجة إلى عمل جدي حقيقي مع المحورين الإقليمي والدولي، وإسقاط هذا النظام لا يتم بجهد عراقي محض. انطلاقا من هذه القناعة، لم يدخر وسعا في السفر إلى أي عاصمة من عواصم الكرة الأرضية يمكن أن يكون سفره إليها مفيدا في هذا المجال. بعد 35 عاما من الثورة، بعد 35 موسما من الفواجع والنكبات التي لم تنقطع، بعد صبر السنوات العجاف الطويلة، يأتيه النبأ العظيم وتزف إليه البشرى الكبرى. في بغداد سقط الصنم الكبير وتهاوت معه التماثيل الصغيرة كلها. الآن تحقق حلمه وصدق أمله في حلم الحرية. الآن انتهت فصول رحلة ليالي الغربة الطويلة وحصادها. يا أبناء الشعب العظيم، يا من لقن درسا لأعتى نظام جاء في العراق في كل تاريخه، نحن علينا أن نشكر كل الدول التي استضافت العراقيين إخوانكم المهجرين والمهاجرين المنسيين. علاقته بالكويت كانت هي أول محطة لخروجه من العراق في عام 1969، وكانت الكويت آخر محطة له ودخل بعدها للعراق. يعني خرج من العراق إلى الكويت في عام 1969، وعن طريق الكويت دخل العراق في عام 2003. هذه حقيقة أنا شخصيا أعتبرها لمختار الدولة الفلانية، مختار الدولة الفلانية، مختار اختار الكويت لأهمية الكويت في مستقبل العراق، ولما قامت الكويت من جهود في إسقاط النظام، ولما مرت به الكويت من معاناة كمعاناة الشعب العراقي في خلال السبعة أشهر التي عانتها من جراء غزو النظام. لم يلبث إلا شهراً واحداً حتى عاد لبلاده محمولاً على أجنحة الشوق. ها هي الكويت تستقبله كما ودعته قبل 35 عاماً بصحبة رفاق دربه، ليكونوا شهوداً على لحظات عناقه الأولى للتراب الذي فارقه مرغماً وعاد إليه طائعاً. سيد بحر العلوم لعله يكاد يفقد، صراحة يفقد توازنه وهو يقترب من نسيم العراق ومن حدوده. فعندما دخلنا الحدود أتذكر كنا ندمدم أنا معه بأبيات له رحمة الله عليه، كان يقول: تصفحت أيامي فهاجت بي الذكرى، وصبرت آلامي فلم تطق الصبر. حضر سريعا ليكون له دور أبوي في تأسيس العراق الجديد. اختير عضوا في مجلس الحكم في تموز عام 2003 إلى جانب رموز النخبة السياسية العراقية. أصبح رئيس مجلس الحكم الدوري في نيسان عام 2004. أنا في تصوري سماحة السيد محمد بحر العلوم، هذه اللحظة هو أكبر منها، هو أشمل منها، هو دعني أستخدم هذا التعبير، هو أنقى منها. ولكنها لحظة في تاريخ أمة، في تاريخ دولة، وهي لحظة تأسيسية لا يمكن المرور عليها دون مبالاة. لم يلبث طويلا في بغداد حتى عاد ثانية إلى كعبة أحلامه وسدرة منتهى. عاد إلى ذلك البيت العتيق الذي ولد فيه ليتنفس عبير أجداده وأسلافه، ويشهد أمام ذكرى أرواحهم الطاهرة بأنه أدى الأمانة بأحسن الأداء. هناك
حيث المدينة التي لم يجد لجمال أزقتها وعذوبة هوائها بديلاً في كل مدن العالم وأجملها التي زارها وحط رحاله فيها. لم ينتظره هناك في النجف إلا تحقيق حلمه الأخير بمواصلة درب معلمه الأول الشيخ المظفر في مشروع علمي وصرح معرفي يافطته تقول: هنا معهد العلمين للدراسات العليا. ذلك كان غاية طموحاته ومطاف أمنيته. دورة حياة حافلة ابتدأت في مدرسة المظفر وانتهت عند عتبات دار العلمين للدراسات العليا. دورة حياة أدرك صاحبها جيدا أن كراسي العلم أعلى وأبقى من كراسي السياسة. في فجر السابع من نيسان من عام 2015 ترجل فارس البطولة والعلم والوسطية عن فرسه ليمضي إلى جنب أشقائه وأبناء أخوته الشهداء بعد أن أبلاه الشوق إليهم. أغمض عينيه بقلب مطمئن وروح راضية ويقين كامل بأنه سيلاقي من رب رحيم وعادل جزاء ما قاساه وعاناه وقدمه في هذه الحياة الفانية. أيتمني صدام في سجونه وأنا دون السن القانوني حين قتل أبي وجملة من الصالحين من عمومتي وأخوالي، وبقيت يتيما أجوب الزمن حتى فررت من سجني وأخذت أبحث عن أب، فكانت شيبة بحر العلوم. كان يجيد التحبب ويحسن الحب حتى يأخذ الآخر إليه وإلى حد الانتماء، فحولني من صبط إلى حفيد بل إلى ولد له. مضى بحر العلوم بعد أن ترك كتابا مفتوحا لقرائه عنوانه العريض العراق، وصفحاته تتعاقب صفحة للتسامح وأخرى لشجاعة المواجهة وأخرى لفضيلة المبادرة وأخرى لهمة الكاتب والشاعر والعالم. مضى بحر العلوم تاركاً أنفاسه تعبق بعطرها الذي لن يزول في مؤلفات وذكريات وأوراق مخطوطة وصرح علمي خالد يلوح لطلاب العلم بمواصلة الدرب الذي خطه في حياته ومماته. أوصى بأن يدفن على عتبات معهده العلمي ليكون على مقربة من عطر قراطيس العلم وهمسات طلابه. هنا يرقد السيد الجليل بنفسه المطمئنة وروحه الراضية المرضية. وأزجي مقالي للأولى فقدوا به أبا أريحي الطبع دام له ذكره، وحرا مضى أرخ وعاش مجددا. أيا آل بحر العلم قد رحل البحر.